ومن ديالى إلى البصرة التي تشهد هي الأخرى حالة من الغضب بسبب الإطفاءات المستمرة للطاقة. مراسلنا من هناك سعد قصي سيطلعنا على التطورات الحاصلة في المدينة. مرحبا بك سعد، يعني كيف هي الآن وضع الكهرباء في البصرة، وهل هناك أيضا تطور في مسألة التجهيز؟ مساء الخير رويدة. يعني البصرة بعد أن تحسنت تقريبا صباح اليوم، الكهرباء عادت مرة أخرى للتراجع، وهذا ناتج عن استهداف أبراج الكهرباء في كركوك، وبالتالي حصل هناك عطل فني في محطة الرميلة في محافظة البصرة، وبالتالي هذا العطل أفقد البصرة أكثر من 3000 ميجاوات، وعادت المحافظة إلى التدهور مرة أخرى. حتى ساعات البرمجة لم تعد تحصل عليها بسبب هذا العطل الفني، وهناك استنفار يعني كما تحدثنا مع المسؤولين في كهرباء المنطقة الجنوبية لإعادة المحطة إلى إنتاجها الأولي من خلال إصلاح هذا العطل الذي هو ليست البصرة سبب فيه، بل ناتج عن استهداف الأبراج في المحافظات الشمالية والغربية. أيضا كانت هناك إدخال لمحطة النجيبية الحرارية بطاقة 60 ميجاوات إلى الخدمة، 60,000 ميجاوات إلى الخدمة لتحسين واقع الكهرباء في المدينة، وأيضا الحكومة تعول على المحطات التي ستدخل إلى الخدمة تباعا في استقرار واقع الكهرباء تدريجيا. على الصعيد الشعبي لم تتوقف التظاهرات في مركز المدينة، في أقضيتها، في مناطق أيضا القرنة، الشرش، مناطق أخرى، هناك تظاهرات احتجاجية على تردي الواقع الكهرباء. المتظاهرون في أكثر المناطق يلجؤون إلى قطع الشوارع بالإطارات المحترقة، يقطعون أيضا حركة السير، تحاول أيضا بين تارة وأخرى القوات الأمنية فك هذه الشوارع التي يقطعها المتظاهرون ومحاولة التهدئة. على ما يبدو نحن يعني في البصرة مقبلون على صيف ساخن نتيجة هذا الانقطاع ونتيجة الرطوبة والارتفاع الشديد في درجات الحرارة. ربما التظاهرات بحسب يعني قادة الحراك ستتصاعد تدريجيا إذا لم تلجأ الحكومة إلى حل وتتدارك الأزمة الحالية، خصوصا أن المحافظة وحكومتها المحلية لوحت بفصل البصرة عن المنظومة الكهربائية، واعتبرت هذا الفصل هو فصل مشروع حتى يعني تتمكن من المحافظة على استقرار واقع الكهرباء في البصرة. نعم سعد قصي من البصرة، شكرا جزيلا لك.